امتى تكون فوائد البنوك حلال؟ 3 شروط علشان الفوائد تبقى حلال 100% ما فيهاش اي مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجا. فيديو جديد. يقول لك يا عم انتوا متشددين وبتقولوا فوائد البنوك حرام. لا يا عم، انا بقول لك فوائد البنوك حلال ب3 شروط. الشرط الاولاني ان البنك ما يستخدمش الاموال دي في استثمار في شيء محرم زي بناء الحانات مثلا، او بناء كباريهات، او بناء حاجات محرمه. دي لا يجوز. اي مشروع لا يرضي الله او فيه حرام يبقى لا يجوز ان انت تعينه على هذا الاثم والعدوان. تاني شيء ان البنك ما يضمنلكش راس المال، يعني ما يقولكش انت كده كده راس مالك محفوظ. ده ما بقتش استثمار شرعي كما يقول بعض الذين يبيحون فوائد البنوك. يقولك يا اخي ده البنك بيشغل فلوسك، ده البنك بيستثمر فلوسك. ولان البنك بيكسب على طول فبيحدد لك اللي انت ايه، يعني راس مالك محفوظ. نقول له ماشي، حلو قوي، حضراتكم بتقولوا ان فوائد ان البنوك ما بتخسرش، اكتبوا لنا كده يا عم، ولو يعني كتابه على ورق بس، مجرد كده حاجه في العقد ان اللي احنا ما بنضمنش راس المال، وانتم ضامنين كده كده اللي انتم بتكسبه. خلاص اتحلت المشكله، اكتبوا بس قولوا للعميل بقى ان شاء الله احنا هنكسب وما بنخسرش ابدا، لكن لازم تكتب لي ان انا مش ضامن راس المال. لو ضمنت لي راس المال بقى ربا. وده باجماع الفقهاء، ده مش كلامي، مش بتكلم على البنك عموما، بتكلم على اي واحد هيشغل لك فلوسك. اي واحد هيشغل لك فلوسك ما ينفعش يضمن لك راس المال. امال فين المخاطره هنا؟ امال ايه الفرق بين الربا والاستثمار الشرعي؟ يعني في مخاطره بالمال، انت قاعد في البيت وبيجي لك فلوس، الفلوس دي جت منين؟ من المخاطره. تالت شرط عشان الفوائد البنوك تبقى حلال انه ما يديلكش نسبه من راس المال، ما يقولكش اديك 10% من راس المال، 20% من راس المال، 5% من راس المال. لا، يديلك نسبه من الارباح، يقولك والله احنا ربحنا مثلا 1,000,000 جنيه، انت بتاخد 10%. ربحنا 10,000 جنيه، انت هتاخد 10%، ايا كان بقى 10% من قيمه الارباح مش من قيمه راس المال. ما يقولكش انت حاطط عندي 1,000,000 جنيه هتاخد 10% من 1,000,000 جنيه، لا، يقول لك هتاخد 10% من الارباح اللي طلعت. ارباح كتيره قليله، خد زي ما انت عايز، ان شاء الله يديلك 50% من الارباح، ان شاء الله ارباحك في سنه ما تكون زي المبلغ اللي انت اودعته في البنك، مفيش مشكله خالص. يبقى 3 شروط دول لو طبقها البنك بقى الفايده حلال، مفيهاش اي مشكله خالص. لكن هل بقى بيطبقها؟ او هل ده بنك اسلامي او مش اسلامي؟ انا ما بقولكش بنك ايه، شوف البنك اللي بيعمل ال3 حاجات دول، وساعتها اطمن ان هذه الفوائد تكون حلال 100% ان شاء الله. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.